إذا الآن في هذا الميكانيكال لود الآي هاي راح أرجعها أسميها آي. زي ما اقترحته خلينا نشوف إذا هذا آي إز بي. حط هون اي اي بدها تساوي ام 1 زائد ام 2 ام 1 زائد ام 2 مضروب في دي اس على 2 تربيع كلهم مقسومين على ار جي على ار جي تربيع اوكي ماشي واضحه هيك هاي في بلوك اسمه الساين اذا دخل عليه قيمه اكثر من صفر بيعطيك 1 اذا كان تاخذ قيمه اقل من صفر بيعطيك 0 اوكي الساين لفاريبل بندخل مرجع منه اوميجا تمام خليني بس احطها احط لها باك جراوند نعمل واحدة ثانية ل إذا هذاك راح أسميه the out of balance torque نسميه تي ام نضربه في جي نضربه في دي اس على 2 نقسمه على ار جي مضروبه في افشنسي ماشي اوكي واضح ان هذا الاتي ام راح تيجي تنطرح من التورك اللي جايني من المحرك راح نحط هون سبتراكشن او هي هاي نفسها حولها لريكتانجلر بلوك هذا راح يجيني من الالكتريكال تورك هون مباشرة اوكي هاي ال هاي الفيسكس فريكشن دخلناها هلا اخر شيء بدنا نعمل تي راح نسميها تي ام زي ما انا سميتها هون راح ناخذها كونستنت
البي 1 هيكون موقعها السيستم الاونلاين. ايش هي عفوا؟ البي 1 هيكون موقعها الديسك. البي يعني بدها تكون هي من كل السيستم جاي من يعني كانها اكيوميليشن من السيستم بدها تكون وين عايش شافت راح يكون في راح يكون في شيء عندي على الشافت اللو سبيد شافت والهاي سبيد شافت ما في مكان محدد اقدر اطلعها انا باخذ ايكوفالنت للسيستم كله ككل حتى هي يعني الفرض انه هل هي كولوم فريكشن ولا هل هي فيسكوس فريكشن كمان سؤال فلسفي يعني هل الموديل انت عارف انواع الفريكشن حكينا عن انواع الفريكشن في عندي فيسكوس فريكشن في عندي دراج فريكشن وفي عندي كولوم فريكشن هل هي فعلا هذا او هذا هذا كله موديلنج ما بنقدرش يعني احنا نقول نجزم انه هي فعلا سبيد ديبندنت او لا بس احنا هون مفترضين تسهيل انها سبيد ديبندنت هلا هاي طبعا حسب الفاليو اللي احنا بنحسبه او اذا بدك تحطه في الماتلاب تقدر تجيبها من الماتلاب تعمل حساباتك في الماتلاب وتدخل اي وتي ام وبي تدخلهم من هناك من الماتلاب هلا هذا الموديل اذا بدنا نعمله نعمل له بلوك احنا ما ضربناش في ماينس مزبوط لازم نضرب في ماينس ناخذ اوميجا لازم نضرب تي ام في ماينس دكتور دخل البلوك هذا بيقول لك عنه ساين تاخذ منه من اوميجا اه من اوميجا بس هو مش شرط انه لازم اخذ من اوميجا بدي اخذ من اوميجا ديزايرد مش اوميجا اكتوال بصير من اوميجا ديزايرد بس اوميجا ديزايرد لسه مش جاهزه عندي هلا هون فراح اخليها هلا بعدين لما نوصل عليها راح نعدلها تعديل هلا راح نحط فاليوز في الماتلاب راح احط فاليوز لاي وتي ام وبي ليش ديزايرد الديزايرد لانه انا بدي اطلع لفوق او بدي احرك لفوق للمكان اللي بدي اروح عليه بدي اخذ الفاليو يعني حسب ما انا السرعه اللي بدي اياها مش السرعه الفعليه التورك اللي بده يجي من المحرك باي اتجاه راح يكون الاتجاه اللي بيكون فيه المحرك جاي منه التورك هو الجهه اللي انا بفترض انها هي اللود ماشي باتجاهها لو عمليه البريك واخذنا الديزاير راح يكون في مشكله لانه احنا فعليا لسه ما انعكس الاتجاه احنا عم ناخذ الديزاير وهو معكوس احنا لازم ناخذ الاكتوال انت بتقول انه ميجا لازم اخذ الاكتوال هو الديزاير بس يمكن هلا مش مبينه معنا لما نيجي هلا لانه بدنا لسه في عندنا خطوات لازم نعملهم خلينا لما نوصل عند هاي المرحله بنعملها بتوضح معنا بشكل احسن